السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شريفة، عندك شي مشكل حول ما امكن تقولي؟ اخويا الله يسهل عليك، كان النادي كل مسؤول يوقف معايا، راني ارملة وبنتي راه دهمروا لي عليها، هجم لي عليها خدام برلماني ووقفوا معاها كاملة، وانا راني ضحية انا وبنتي، رحنا في العذاب في قصر مهمول حتى ما ديناش كاع فينا، وفي التالي راهو كيخلصوا علينا الفلوس يخرجوها من الحبس ويهرب من العقوبة اللي صابني فيها. راه بنتي ضاعت لي بين يدي، راني منهارة لا انا ولا بنتي، رانا مدمر يا عالم، تفرج فيا وشوفوا، رحموني رحموني، راني في عذاب في داري، راني ضايعة وبا مشلل، الخوت ما عنديش، الخوت ما عنديش، والعائلة ما كانش لي يوقف معايا لأنه وقف برلماني قدامي، ما عنديش لي يحميني، كنطلب من المسؤولين ومن جلالة الملك يوقفوا معايا، راني في الدمار في هذا القصر، راها بنتي ضاعت بين يديا وراني معذبة. هنا بلاصة فاش راكي يا شريف؟ راني في قصر البوية الجرف أرفود، راني دايرة بحال راني دايرة جريمة، قتلت وأنا ضحية ديال المجتمع، بنتي مخطوبة وشهر ستة العرس وضيع علي ورماها لي، وراني في الدمار معاهم، وهو راه عاود راه داير مصيبتين عائلة، راه مجرمة، راه فايتين ضاربين شيباني وفايتين ضاربين بنت خالهم، وانا راني ضحية، وطلعوا على العالم وشوفوا فين راني، راه ما كاين حتى واحد اللي يرحمني من غير الله وانتوما، انا كنطلب الله والدولة يوقفوا معايا واللي فيه الرجلة والايمان، راني ضحية. قلت له هو الاول، قلت له الضال القديمة نتاعكم راه لمن جات، راه المشكل ديالنا، راه خدام ديالك هجم عليا ومشى ضرك في الدار القصر ديالكم فاش كنتو زمان، قال لي ما عرفت لمن جات، واش لعمي ولا ليا، عاودت عيط له المرة الاخرى وبنتي شربت جافيل باش تنتحر، وقلت له راه طلبوا مني نعيط البرلماني ديالنا يجيب لي لابيلانس، قال لي ما عنديش لابيلانس، راهو خارجين ما عندي حتى ابيلانس الا قيد الجرف ديال الجماعة فزنا اللي تكلف لي، عاوتاني راني كنطلب منه كيقولوا لي خرجي من القصر ولا نقتلوك، انا تحت الله والملك، الا كاين شي حاجة اللي يوقف هاد الناس انا راني تغلبت، انا راني في دمار، انا كانوا كيديروا فيا الناس الخير يجيبوا لي ما ياكلوا ولادي الايتام، وراهو سمحوا فيهم ما كيخليوش الناس يدخلوا لي، راني منحصرة، راني منحصرة، ما كنشوف حد تالي بيوقف مني كيخاف منهم، راني تحت الله والملك والشعب، راني ما عندي ما ندير لهذا الشيء، راه تغلبت، عطاوني محامي للجلسات، خرجوا المجرم من غير دليل ولا من غير شو من حاجه باش يخرجوه، الا وكيل العام سي عباس العوني اللي وقف معايا وسعد، عاد ردوه للمتابعه، ودابا كيوقف لي محامي قدامي نتاعهم ويقول لي لا انت ام الضحيه، ام هاد الولد اللي كيشد، انا راني تحت الله، يرحموني يا عباد الله، تغلبت، انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله.